نواصل أخبارنا الوطنية من آسفية التي كانت سباقة إلى الاستفادة من برنامج رواج رؤية 2020 الهادف دعم تجارة القرب وتنظيم فضاءات التجارة وعصرنة الأسواق العمومية. وللوقوف على المراحل التي قطع هذا البرنامج نظم بأسفي يوم إخباري. عماد أمسمير وعبد الغني الطهراوي. اللقاء الإخباري يروم استعراض المراحل التي قطعها برنامج رواج رؤية 2020 بمدينة آسفي، البرنامج الذي يقدم عروضا متكاملة للنهوض بجميع مكونات التجارة والتوزيع عبر تدابير من شأنها جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز. عصرنا تجارة القرب، تطوير نتاع المناطق التجارية خارج المدن، الدراسات الجهوية باش نعرفوا كيفاش نطوروا التجارة في الجهات المغربية. رابعا سميناه التخطيط التجاري. عقب هذا اللقاء تم القيام بجولة بمجمع تجاري في المدينة العتيقة الذي يدخل إحداثه في إطار مشروع تأهيل الأحياء والمجمعات التجارية لتفعيل برنامج رواج، والذي يهدف أيضا إلى تشجيع التجار على تبني أساليب التسيير التجاري والانضمام إلى الشبكات التجارية. هذا برنامج رواج ساعدنا، يعني أعطى واحد العصرنا المحلات التجارية، أعطانا واحد أفق كبير وعطت نتائج مزيانه، وخاصه واحد المجموعه ديال التجار لانه تطوروا، يعني من ناحيه تاع لا من ناحيه العرض ولا من ناحيه تاع التنظيم داخل الدكاكين ديالهم، يعني بداو تيحاولوا يتطوروا في المجال التجاري. برنامج رواج رؤية 2020 الذي كانت مدينة آسفي سباقة للاستفادة منه حقق نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي بمدينة آسفي، مما جعلها نموذجا يحتذى به بالنسبة لباقي مدن المملكة.